السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فجعت عز تونس منذ قليل بهذا الخبر الصادر من محفل الشعب التونسي تحت ميادة الرج في خانة العنف المنزلي وضفت مواطنة قتلت على يد زوجها التونسي، حيث انتشر الخبر بعنوان تونسي يقتل زوجته اللبنانية برشاش حربي لأنها قدمت لجيرانها حصة غذائية. تحت مدرج في خانة العنف المنزلي وضيفت مواطنة لبنانية إلى قائمة طويلة من النساء الذين قتلن في لبنان على يد أزواجهن، وذلك في الوقت الذي تواصل الأزمات السياسية الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان بالقاذ الله على كل مناحي الحالة الاجتماعية، واشتد طرق الأزمة المعيشية على رقابة اللبنانية مع الانهيار المتواصل لليرة مقابل الدولار وارتفاع جنوبي أسعار المواد الاستهلاكية. وفي التفاصيل، فقد لفظت اللبنانية المواطنة اللبنانية نجاح البالغ من عمر 48 عاما في السنة الأخيرة بعد أن أراد زوجها المدعو حسن تونسي الجنسية ب15 طلقة نارية من رشاش حرب، العلم أنها قدمت لجيرانها بعض من الحصة الغذائية التي سبق أن حصلت عليها من إحدى الجمعيات الخيرية. وفق وسائل الإعلام اللبنانية، فقد كانت الضحية تعمل في منازل لرعاية أولادها السبعة بسبب مرض زوجها وعدم قدرتها على العمل، وقد قتلت أمام ابنتها 7 سنوات و14 عام اللتين كانوا حاضرتين ساعة الحادثة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.